بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد وموقع ربحي جديد. طبعا قمت بشرح هذا الموقع في الأسبوع السابق، يعني موقع ريف بوكس. الحمد لله، يعني الموقع صادق الحد الأدنى للدفع 1 دولار، وفعلا قمت باستلام 1 دولار من هذا الموقع. هذه هي واجهة الموقع، هذا هو حسابي. يعني هنا لدي إعلانات، هنا هذه منطقة الأرباح، تنقر من هنا يعني باي توكليك، تظهر لك هذه الإعلانات، وهناك إعلانات متتالية. حقيقة لا أعرف يعني أصبح بها خلل، لا أعرف يعني ما هو السبب. المهم كل ما عليك هو تأتي إلى هذا الإعلان، وتسحب السهم إلى الأخير حتى يتغير اللون الأخضر، ثم تنقر على الإعلان وتنتظر لحين انبثاق هذه النافذة لك. هنا سوف تظهر يعني رمز يشبه أحد الرموز الموجودة هنا، تقوم بالنفر عليه من هنا. هذا هو الرمز الذي يشبه هذا الرمز، ثم نقوم بالنقر عليه هكذا، ونكون قد أكملنا المهمة. ثم نقوم بإغلاق هذا النافذة. نذهب إلى الإعلان الثاني كما ترون. ثم ننقر هكذا. سوف يتم طبعا هنا سوف يتم تحميه. ننتظر هنا. هذا هو الرمز الذي يشبه هذه العلامة أو الرمز. ننقر عليها هكذا ثم ننتظر الحين. ثم تتم نغلق هذا النافذة، لا أحد أمامنا، وهكذا. هنا أيضا منطقة الأرباح هو كليك إكسانج. طبعا هذا المكان كان جدا رائع للربح، ولكن لا أعرف ما الذي تغير به، يعني أصبح يعني فيه خلل نوعا ما، لا أعرف ما هو الخلل، ولكن أصبح فيه خلل. هو إعلانات متتالية الواحد تلو الآخر، ثم تظهر في هذا اللون. طبعا يعني هناك خلل، نحاول الرجوع إلى الموقع. المهم هو إكمال هذه المهمات، يعطيك على كل إعلان عند انتظارك 25 ثانية يعطيك 5 سنت أو 5 نقاط. هنا ننتظر يعني مثلاً، فنقوم بتعريب الموقع حتى نحن من المطلوب منا. هنا يقول لك منطقة أرباح، منطقة أرباح هنا دفعت لي أمطار، وهنا المدفوعة للقراءة. يعني نذهب إلى المدفوعة للقراءة، نعم على ما أعتقد هناك رسائل تتضمن روابط. هنا يوجد لدينا يعني إعلان علينا سحبه. ثم ننقر عليه هكذا. ننتظر هنا على التنازل. هنا هذه الأرقام. بعد ذلك هذا قد تم تحميل الإعلان. ننقر هنا على هذا الإعلان.
حاصلهم يعني الأعضاء موجودين في داخل الموقع. هذا هو الموقع حقيقة يعني. هنا أقول لك دفعة التسجيل يعني. يعني هنا يطلب منك أن تقوم بالنقر لمدة 7 أيام حتى تحصل على 10 دولار. هنا يعني تقوم بالنقر لمدة 7 أيام حصول على 10 دولار. لمدة 7 أيام هنا تقوم بكتابة اسم المستخدم، اسم مستخدم وهوية المستخدم، اشتراك ترقيب أو تسجيل التحقيق الإلكتروني وهكذا يعني. المهم هذا هو كل ما موجود في الموقع. إن شاء الله سوف أقوم بشرحه أيضا بالتفصيل في درس قادم إن شاء الله. هو ايضا يدفع على الباي بال، وقمت باستلام 1 دولار على الباي بال الغير مفعل. ايضا هو يدفع والبايز، ولكن انا افضل ان يعني تضيف الباي بال لانه يدفع حد الادنى 1 دولار وقمت بالاستلام الحمد لله يعني. وبالنهايه تقبلوا تحياتي من قناه تقني معلومات. المرجو منكم اشتراك وسبسكرايب ولايك. اذا عجبك الفيديو لايك اشتراك في قناتي، وشكرا جزيلا لكل الأخوة المشتركين وتحياتي.